التهديد يعاود طيران العدو السعودي استهدافه لمطار الحديدة، حيث استهدف هذه المرة مطاف المطار، فدمر سيارات الإطفاء والإسعاف بأربع غارات لتصبح معدات أجهزة مطار الحديدة الدولي مدمرة ومنتهية بالكامل. تم استهداف إطفاء مطار الحديدة الدولي بأربع غارات، غارتين في الاستراحة وفي المبنى نفسه حيث يجلسوا الإطفائيين. تم تدمير العربات بالكامل، قسم الإطفاء منتهي وأفضل إطفاء والكفاءة في محافظة الحديدة المطافي، حيث أنه يقوم بعمله الإنساني وإنقاذ الناس. خلاص دمروا الإطفاء بالكامل بأربع غارات ولا بقوا أي حاجة فيه. مطار الحديدة الدولي والذي أصبح متوقفا عن العمل منذ أشهر تم استهدافه أكثر من خمس مرات منذ بداية العدوان، فتم استهداف كل شيء فيه، حيث تم تدمير محبط ومرسى الطائرات، كما تم استهداف صالات الوصول والمغادرة، إضافة إلى استهداف العديد من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمطار، وأخيرا تدمير سيارات الإطفاء والإسعاف، الأمر الذي أدى إلى خروج المطار نهائيا عن الخدمة ويصبح غير قادر على استقبال أو تسيير أي رحلة. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة.